قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية محطة للكهرباء بمنطقة جازان المتاخمة للحدود اليمنية. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية مع قوات التحالف الذي تقوده الرياض على الحدود اليمنية السعودية. عقب مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية مع قوات التحالف الذي تقوده الرياض على الحدود اليمنية السعودية، أطلقت قوات الجيش اليمني صاروخ سكود استهدف محطة كهربائية في منطقة جازان المتاخمة للحدود اليمنية. وأفاد بيان عسكري للجيش اليمني بأن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا على مواقع داخل العمق السعودي، وأصاب هدفه بدقة في منطقة جازان. وبثت مواقع تابعة لحركة أنصار الله مقاطع تسجيلية للحظة إطلاق الصاروخ على محطة الكهرباء في جازان. في المقابل، أكدت القوات المسلحة السعودية في بيان لها عن تصدي قوات الدفاع الجوي إلى صاروخ باليستي من نوع سكود بقطاع جازان، وتم تدميره بدون أي أضرار. كما أعلنت القوات المسلحة السعودية مقتل 4 جنود سعوديين خلال معارك على الحدود خلال اليومين الماضيين، فيما تعرضت عدة مواقع عسكرية سعودية للقصف من قبل الجيش واللجان الشعبية، صاحبها تدمير آليتين سعوديتين قرب الموقع. ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول 8 مروحيات أباتشي إلى مطار صافر في مأرب، تابعة للتحالف الذي تقوده الرياض، استعدادا للحشد الكبير والزحف نحو صنعاء.